وبمناسبة اليوم الوطني السعودي، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تعد نموذجا متميزا للتلاحم الوثيق ووحدة المصير المشترك، مشيدا معاليه بما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات. وفي تصريح لمركز الأخبار، أشاد معاليه بالدور الرفيع الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في حماية أمن واستقرار المنطقة، وما تقدمه من مبادرات إنسانية وحضارية ودولية وإنجازات تنموية متواصلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، متمنيا معاليه للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والتطور والنماء. بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود آهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وإلى الشعب السعودي الشقيق. وأود أن أشيد بعمق العلاقات البحرينية السعودية وما تشهده من تطور وتعاون وتنسيق وتكامل في كافة المسارات، في ظل القيادة الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أن اليوم الوطني السعودي مناسبة وطنية عظيمة تحمل دلالات التطور الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة ورؤية 2030، ومحطة بالغة الأهمية لنستذكر الدور البارز الذي قام به المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وما قام به حكام المملكة العربية السعودية الكرام من بعده. وبهذه المناسبة وهنأ الأخ الفاضل معالي الشيخ دكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، ومؤكدا حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ومعربا عن بالغ التقدير والامتنان للدور القيادي والحيوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودورها الاستراتيجي في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم ومبادئ السلام والازدهار لكافة شعوب العالم عبر مبادرتها التنموية والإنسانية. سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.